في الرابع من يوليو عام 2015، مركبة فضائية تابعة لناسا تدعى نيو هورايزنز كانت على بعد 5 مليار كيلومترا عن كوكب الأرض. كانت على بعد 10 أيام فقط عن كوكب بلوتو بعد تحليق دام لتسع سنوات ونصف عندما قطع الاتصال عنها فجأة. لكن دعونا نعود للوراء قليلاً. اعتباراً من عام 1989 نجح الإنسان في إرسال مركبة لكل كوكب معروف في المنظومة الشمسية ما عدا واحد، كوكب بلوتو. ربما قد سمعت بأن علماء الفلك لا يعتبرون بلوتو أو أشقائه بأنه من الكواكب، لكن أغلب علماء الكواكب لازالوا يعتقدون ذلك. لهذا نستخدم هذا المصطلح هنا. توجد كمية محدودة مما يمكننا تعلمه عن بلوتو من الأرض بسبب بعده الشديد عنا. يعد بلوتو في كل الأحوال منجماً ذهبياً علمي. إنه يقع في منطقة تسمى حزام كايبر، وهي موطن للعديد من الكواكب الصغيرة. مئات الألاف من الأجسام الجليدية القديمة وتريليونات من المذنبات تحمل هذه المنطقة الغامضة معلومات عن تشكيل نظامنا الشمسي، وهي بعيدة جداً عن متناول أيدينا. حتى ظهرت نيو هورايزنز، هدفها هو استكشاف كوكب بلوتو وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات العلمية والعودة بها إلى كوكب الأرض، ثم التعمق أكثر في استكشاف منطقة حزام كايبر. لتحقيق ذلك قام فريق نيو هورايزنز بتجهيز مركبتهم بسبعة معدات من أحدث المعدات العلمية. شملت هذه المعدات رالف، وهي مجموعة من آلات التصوير قوية لالتقاط صور للمعالم بحجم المباني في مدينة منهاتن من على بعد عشرات آلاف الكيلومترات، وريكس التي صممت لاستخدام الموجات الراديوية لقياس الضغط الجوي ودرجة الحرارة لكوكب بلوتو. قد صممت جميع هذه الأدوات لتكون موثوقة وخفيفة الوزن، لأن نيو هورايزنز أمامها تحد إضافي، إذ عليها بلوغ هدفها بأسرع ما يمكن. لماذا؟ بحلول عام 2020 سيبلغ كوكب بلوتو نقطة في مداره حيث يتجمد فيها غلافه الجوي، وبسبب الميل في محوره فإن المزيد والمزيد من سطح كوكب بلوتو يلفه الظلام كل عام. يكمل كوكب بلوتو دورة كاملة حول الشمس مرة كل 248 سنة أرضية، لذا سيكون الانتظار طويلاً حتى تسنح الفرصة الذهبية التالية لزيارته. لمعرفة كيف وصلت نيو هورايزنز إلى بلوتو في الموعد المحدد، لننتقل إلى مرحلة إطلاقها. إن صاروخها ذي الثلاث مراحل زود نيو هورايزنز بهذه السرعات العالية، فقطعت مسافة تبلغ 400 ألف كيلومترا إلى القمر في غضون 9 ساعات فقط. وبعد عام بلغت المركبة كوكب المشتري وحصلت على ما يسمى بمساعد الجاذبية هناك، حيث حلقت على مقربة كافية من الغاز العملاق لتلقي تأثير مقلاع الجاذبية. كانت نيو هورايزنز آنذاك تحلق بسرعة تبلغ حوالي 5 كيلومترات في الساعة، كما ستفعل في السنوات الثمانية القادمة لعبور ما تبقى من الخليج وصولاً إلى بلوتو. السير بهذه السرعة الخيالية يعني أن التباطؤ من أجل الدخول في المدار أو البرية سيكون مستحيلاً. لهذا انطلقت نيو هورايزنز في مهمة تحليق، حيث حصلت على فرصة واحدة فقط للمرور بجانب بلوتو وتسجيل ملاحظاتها. كانت هذه المهمة آلية بالكامل، نظراً لكون جميع الإشارات التي ترشد المركبة من الأرض تستغرق 4.5 ساعات لبلوغها. لذا زود الفريق حاسوب المركبة بسلسلة من آلاف الأوامر يطلق عليها التحميل الأساسي، التي بدأت بالتنفيذ على بعد 6.5 أيام من كوكب بلوتو. لكن بعد أن أصبحت المركبة على بعد 6.5 أيام، كارثة كادت تحل بها. وحدة المراقبة الأرضية فقدت الاتصال مع المركبة. بعد ساعتين من القلق الشديد عادت نيو هورايزنز للاتصال، لكن مركز المراقبة اكتشف أن الحاسوب الرئيسي قد أعيد تشغيله، فاقداً كل الأوامر التي زود بها وبيانات مهمة أخرى. وبغير ذلك فالمركبة ستمر بجانب بلوتو دون أن تعود افتراضياً بأية نتيجة للمهمة. أليس بومان مديرة عمليات المهمة ترأست الفريق لمدة 72 ساعة متواصلة لإعادة تحميل الأوامر مرة أخرى للمركبة في الموعد دون أن تترك مجالاً للخطأ، ونجحت هي وفريقها في إنجاز هذا. وبدأت المركبة بالتقاط وبث صور مذهلة، وأظهرت هذه الصور عالماً بهيجاً ومتنوعاً ذو ضباب أرضي، سديماً عالي الارتفاع، سحب محتملة، أودية، جبالاً شاهقة، صدوع، فوهات، أغطية قطبية، أنهار جليدية، حقول كثبانية بادية للعيان، براكين جليدية مشكوك بأمرها، أدلة عن تدفق السوائل في الماضي وأكثر. واحدة من أكثر الاكتشافات إثارة هي حوض سبوتنيك الجليدي الذي يبلغ عرضه 1000 كيلومتر.
يتألف حوض سبوتنيك في الدرجة الأولى من النيتروجين المجمد الذي يتحرك ببطء، ونحن لم نشهد له مثيلاً في مجموعتنا الشمسية. حقق استكشاف كوكب بلوتو نجاحاً باهراً، إلا أن مهمة المركبة لم تنتهي بعد. في الأول من يناير عام 2019 ستحطم المركبة رقمها القياسي لأبعد جسم مستكشف عندما تزور جسم حزام كايبر يدعى MU69-2014 الذي يدور حول الشمس مليار كيلومتر آخر أبعد من بلوتو. العالم ينتظر على أحر من الجمر ليرى ما سيجده هناك. للتاريخ الرائع ومغامرة الفضاء الخارجي وفلسفة الانحناء للعقل والإجابات على أكثر الأسئلة العشوائية التي لديك حول جسمك وأكثر من ذلك، اشترك في هذه القناة. ترقبوا وابقوا فضوليين.